يعني هاي هيك مباراه الثلاث نقاط مهمه، يعني انت اليوم مشوارنا طويل احنا بصراحه. الثلاث نقاط مو مشكله الاداء، الاداء ممكن بالمباريات الجايه. احنا دائما ما نشكل على بعض اللاعبين، ممكن اليوم تقريبا ما قدموا المستوى، خاصة البدلاء. يعني اليوم أهم شيء بالمباراة، خاصة إذا عندك مباراة قوية مثل تلعبها بين أرضك وبين جمهورك، عليك أن تستفاد من البدلاء. اليوم البدلاء بصراحة ما كانوا بالمستوى المطلوب، وكان تحس أنه البعض من اللاعبين مجهدين. حتى أيمن المفروض كان اليوم على الأقل آخر دقائق، يعني آخر ربع ساعة أو ثلث ساعة ممكن يتبدل، لانه راجع من اصابه ونخاف عليه على مباراه كوريا. المهم احنا قلنا المهم الثلاث نقاط، والحمد لله حصلنا على الثلاث نقاط.